حسب الإدارة أنه تصوروا شحال الجهودات اللي كيدير وشحال ديال الأمراض في المسار المهني بعدا أولا اللي قد تصيبه. أنا أهنئ السي مصطفى بعدا أولا على الإخوان على المجهودات اللي درتهم في المسار المهني ديالك، وأتمنى لك طول العمر وحياة سعيدة إن شاء الله بيك وبالوليدات ديالك وعن الأسرة ديالك السعيدة. ولكن نقول لك هو مسار واحد نهاية مسار مهني، ولكن ماشي نهاية الحياة. بالعكس أنا بغيت السي مصطفى يكون مرجع، يكون هو كذلك أنه نوض يشتغل معنا بشراكة مع المؤسسة ولا مع جمعية الآباء كذلك، لأنه مما راك أنت من خبرة. بالعكس أنه اليوم كنعتقد هي لحظة حاسبة باش تعطي يد الله لهذه المؤسسة وباقي المؤسسات التعليمية والطلبة بحال إما في مجال الدعم التربوي ولا في مجال الاستشارة، لأنه أنت بالنسبة لنا كنعتبرك واحد خبير في المنظومة اللي راك أنت واحد مدة كبيرة جدا. إذا هذه لحظة الاعتراف غتخليك طوقك أولا من الجانب الأخلاقي ياك، باش هذا من الإخوان ديالك بطبيعة الحال اللي فكروا باش يديروا لك واحد التكريم هو رمزي كما قلت، أنه باش تخالط مع مشاريع أخرى. ولعل الحمد لله هذه المؤسسة من المؤسسات اللي في الحقيقة كتبذل واحد المجهود كبير جدا من أجل تطوير المؤشرات المنظومة، وخاصة لا الهضر انخفاض نسب الهضر المدرسي ولا الارتقاء بالتعلمات ولا جودة التعلمات ولا من خلال مؤشرات نتائج السنة الفارطة ولا سنتين فارطتين، لأنه كانت واحد اشتغال اللي مهم. بالمناسبة لابد نشكر السيدات والسادة الأساتذة اللي كيشتغلوا كاملين في هذه المؤسسة، وزعما هذا كنقول الأستاذ قبيلتي قال بالفعل حنا إذا اعتقدت القطاع الوحيد اللي فيه كان كنقولوا أسرة، لأن ملي كنقولوا الأسرة راه فيه هذاك التلميذ هو ولدنا وحنا هما الأداء ديالو، فيه الأسرة فيه من كنبدا الأسرة من هذاك العساس اللي في الباب، من هذاك العاون الحراسة ما ننساوهاش لأنه داخل معنا في الأسرة. لأن أنا كنعتقد إذا ما كانش عندك عاون الحراسة ما غنقولوش كنهضروا طلاقة في أمان، لأنه هو حنا القتال اللي حنا كنحتفلوا وراه عساس علينا باش يدخل علينا ما يدخلش أي شحمة. وبالتالي حنا في الحقيقة نعتز بالمنظومة، لأنه أسرة التربية والتكوين هي مهمة جدا، فيها الآباء فيها الأبناء وفيها جمعية الآباء فيها الشركاء ديالنا. بطبيعة الحال تهما مشكورين، لابد باش نقول واحد الكلمة في حق رئيس الجماعة من خلال الإخوان المستشارين الجماعيين، لأنه وقعنا معهم اتفاقية شراكة إطار في التعاون. إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل عندنا واحد الجلسة باش نشوفوا برنامج عام هذه السنة ننزلوه، سواء في المجال ديال التحسيس، مجال ديال النظافة، في المجال ديال التشجيع، وكيديروا واحد المجهود كبير جدا، سواء كذلك توفير بعض الأوعية العقارية في توسيع العقد التربوي، خاصة على مستوى الجماعة الترابية العرائش، لأنه ما أحوجنا مازال خصنا واحد الأرض ديال الإعدادية ديال المنار اللي مازال كل سنة وحنا كنجيبوا الاعتماد. وما كيتيسرش الله لانه الصعوبه ديال الاوعيه العقاريه انتم تعرفون جيدا في هذا المجال. انا لكي لا اطيل عليكم اتمنى